كنحيوا الذكرى ديال تنصيب صاحب الجلاله لهيئه الانصاف والمصالحه في اكادير يوم 6 يناير 2004. احنا الان في 2024، مضت 24 سنه على هذا التاسيس. هذا هيئه الانصاف والمصالحه هي لا تزال هي الهيئه الوحيده ديال الحقيقه في الوطن العربي والعالم الاسلامي. لحد الان المغرب هو الوحيد، الدوله الوحيده اللي استطاعت دير هاد الهيئه الحقيقه اللي كدار. ورغم انه في جميع هيئات الحقيقه في العالم اللي دارت في العالم قامت على انقاض اما نظام ديكتاتوري او نظام عسكري وعلى انتفاع يعني حروب، الا المغرب يعني نفس النظام الذي يعني كانت عنده واحد الاراده السياسيه باش ان هذيك سنوات الجمر والرصاص يعني نطويوها ودار المصالحه مع تاريخ المغرب والمغاربه مع تاريخهم، وانصاف فيما يخص الضحايا ديال الانتهاكات اللي كانت في ديك الفتره، والكشف على العديد من الحقائق، وهذا ما قمت به الإدارة. بالاضافه الاشياء المهمه التي كانت دارتها الهيئه اللي هي توصيات هيئه الانصاف والمصالحه، واللي يعني وصفها صاحب الجلاله في الخطاب ديالو ديال 2009 بالتوصيات الوجيهه، واللي كان يوجدها الان موجوده في الدستور المغربي ديال 2011. فكنحيوا هذه الذكرى ايضا باش الشباب يعرفوا هذه المرحله ديال التاريخ ديالهم الحديث والخطوات اللي كنقطعوها من اجل بناء الديمقراطيه وحقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان والدفاع عنها. احياء ذكرى هيئه الانصاف والمصالحات ذكرى 20 مبادره طيبه جدا. هذا حدث كبير في تاريخ المغرب، حدث فاصل بين تاريخين، حدث فتح المغرب على مستقبل افضل واحسن ومستقبل متحرك. لم نقول ولن يقول احد بانه ما انجزته هيئه الانصاف والمصالحه وهو كثير وكثير وكثير، سواء فيما يتعلق بجبر الدار الفردي او جبر الدار الجماعي او بالاعترافات بتلك المرحله السوداء من تاريخنا، هذا سيبقى دائما مفتوحا، لان هذا الشغل ايضا فيه عنصر التاريخ والمؤرخين والابحاث. ولكن للاجيال الحاضره والاجيال المستقبل علينا ان نستمر في الاحتفاء بهذا الحدث الكبير اللي عنده اهميه تاريخيه كبرى. كان حامل الدلالات انه 2000 هذا من علامات العهد الجديد، من علامات وانجازات الملك محمد السادس. 2004 فتح طبعا متصله بالمساله الامازيغيه التي فيها تقدم كبير، متصله بمفهوم جديد للسلطه، متصله بمدونه الاسره التي تعدلت. على كل حال احداث كبار يعني تحققت في هذا العهد هذا بتدرج. هذه من المراحل المهمه او من الخطوات المهمه التي ابانت على ان الملك محمد السادس لديه رؤيه شامله وعندها بعد تدريجي فيها تمرحلات. وهذه هذا الحدث ينبغي ان يحتفى به باستمرار كل سنه تقريبا، حتى تظل الاجيال واعيه ان ما يحدث ما تحقق اليوم له ثمن باهظ، وكان ثمنه اجيال من الشباب من النساء والرجال الذين ضحوا وتعذبوا وعانوا من اجل ان تنتشر قيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان. هذا الذي بات اليوم في المتناول ومنتشر ويعني مكرس في حياتنا السياسية ما كان كذلك قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة أو قبل. إذن هذا لا يعني أن جيل ما يمني على هذه الأجيال ما قام به، لا، فقط لكي نعرف بأن هذه المكاسب ثمينة، إذن علينا أن نشد عليها وأن نتمسك بها وأن نطورها وأن ننميها وأن نحتفي بها دائما. يسجل من محضرة التاريخ، هذا يوم ليس عاديا، يعني ذكرى 20 سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، يعني ذكرى كتأرخ لواحد منعطف في تاريخ بلادنا، ويجب الإقرار بذلك، بحيث من فكرة يعني بسيطة أصبحت فيما بعد يعني أساسا
حالة لنموذج متميز في مسارات العدالة الانتقالية. المغرب ضمن 5 تجارب دولية مرجعية الآن يعني. وبالتالي أنا شخصيا بغيت هنا نذكر الأهمية والفرادة ديال عبقرية المغاربة صراحة هذه، لأنه قد يطول الشرح، لكن الأكيد هو أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب كيف تجسدت في هيئة الإنصاف والمصالحة تجربة يعني ذات فرادة حقيقية. لذلك هذا النهار هو يوم احتفال، وبالتالي طبيعي نكون أنا في هذا الاحتفال.